نحن اليوم أبناء العشائر وأبناء ريف حلب الجنوبي وأبناء ريف إدلب الشرقي، اليوم نقف لكي نوصل للعالم أجمع أننا نرفض كافة التقسيمات التي تحصل في سوريا، وأننا نحن مهجرين شرق السكة نطلب بعودة كافة الأهالي وكافة المدنيين إلى قراهم وإلى بلداتهم، ونحن نرفض كافة هذه الأشكال من التقسيم، ونحن الآن نقف لكي نصل سلطنة للعالم ونطالب بطرد قوات النظام وأننا نستطيع إدارة أنفسنا بأنفسنا. احنا المنطقة اللي شرق السكة اللي تهجرنا مؤخرا على اساس في ضمانات تسربت انه المناطق هاي راح ترجع وتدور نفسها بنفسها كمجالس مدنيه محليه، واحنا قادرين على ذلك، واحنا نطالب منكم باسم العشائر كلها ان تنظرون الى الاخوه العشائر اللي تهجرت مؤخرا، نطالب على ان ترجعوهم الى مناطقهم شرقي السكه ويدورون نفسهم بنفسهم.